التميرة راه تقريبا بين الايام الاولين وهاد الايام راه تزاد تقريبا ديك 300 درهم 400 درهم تقريبا 250 300 فرنك. الناس هاد العام راه عيدت لا خاطر تشري باش ما بغات تاخذ اللحم باش ما بغات. صدي اصيلي هذا ديال الزموريه ما غاديش نصحي الحمد لله على العافيه والله احسن العافيه. بالنسبه لي انا ساكن تقريبا في المجد كيجيني شويه بعيد السوق قريب الحمد لله قريب في الحومه. انا جينا من دكاله من سيدي بالو كنجيبو السلعه يوميا كنجيبو السلعه كنبيعوها لهم بالثمن مزيان. انا ولد خنيفره وجيت نبيع الحواله هنايا كسيبة هاد العام راه كاعس ترخيصة الناس راه عيطت بلاش. الكسابة واخا باع 240 ما فيه والو تايبات في الخلا لا في الليل في النهار كيضل الليل تايتشدها الشتا كيشدو الثلج وعالفين بزاف عند مال الهريان ما شات ليهم والو ما شات ليهم والو غير رحمات الوالدين واخا باع بمليار كاع لا اله الا الله محمد رسول الله. فرانكي وسط المعدة اللي ما يقدرش يحل ليها معلم رقم.